تقنية الطماطم أو ما يعرف بتقنية إدارة الوقت، معلومة غريبة بس فعالة. وبهالتقنية ما عليك إلا تتبع 5 خطوات وتجيب مؤقت لتريح بالك وتقوي تركيزك. أولاً، ما عليك إلا أنه تختار العمل يلي بدك تقوم فيه وتضبط مؤقتك على 25 دقيقة وتبلش شغل. بعد ما تنتهي 25 دقيقة رح يبدأ وقت الراحة لمدة 5 دقائق، وبترجع كلك حيوية لتكفي شغلك. أثبتت هالتقنية فعاليتها بالحد من ارتكاب الأخطاء الناتجة عن قلة التركيز والإرهاق واستثمار الوقت بشكل جيد، بالإضافة للإنجاز. ترجع تسمية هالتقنية بتقنية الطماطم لأنه استخدموا فيها مؤقت على شكل طماطم. يا ترى سمعتوا قبل بهالتقنية وشو رأيكم فيها؟